طيب خليني ارجع للسؤال اللي قلته حضرتك قبل الفاصل. اتفضل. في اوقات كتير جدا وتجارب كتير يعني بدون ذكر اسماء مدربين نجحوا وكان ليهم مشوار رائع مع انديه، ايوه، لما جم نقلوا لفكره المنتخبات ما حاوش نفس المستوى من النجاح، والعكس الصحيح. في اوقات كتير جدا بيبقى في مدربين ناجحين جدا مع المنتخبات لما يجوا يمسكوا انديه ما قدروش يعملوا نفس النجاح. ده ينطبق على كابتن حسام من وجهة نظرك، ولا كابتن حسام لسه ما خدش الفرصة كاملة؟ ما انا برضو اقدر اقول يعني دي ملحوظة موجودة ان في ناس بتنجح مع اندية وفي ناس بتنجح مع منتخبات وفي بينجح مع ده وده. مظبوط. يعني زي كابتن جوهري نجح طبعا رحمة الله عليه، كابتن حسن شحاتة نجح، كابتن حسن شحاتة نجح مع ده وده. أيوه. انما طبعا تقييم كابتن حسام بدري في الوقت الحالي يعني غير عادل. يعني انا طبعا اتمنى له النجاح لان ده بيصب في مصلحه منتخبنا وكلنا في ظهره. انما طبعا اذا جه اتحاد كره جديد في اغسطس او سبتمبر القادمين وكان لازم يكون له تقييم حقيقي للجهاز الفني. يعني هو طبعا دي مسألة حقية، تقييم ومراجعة وإيه الصعوبات الموجودة على قدامه عشان يقدر يدي أكثر من كده. كابتن حسام البدري من الشخصيات اللي هي عندها جدية جدا في شغلها، ولكن هو أغسطس أقدر أغير ده. أنا أغسطس هبقى ابتديت بالفعل مشوار تصفيات كأس العالم ويمكن أكون خلصت ماتشات الدور الاول في مع ليبيا والجابون وانجولا، وبيتهيالي هيبقى صعب جدا اي مدير فني يجي لسه يتعرف على الفرقه ويعني انا المنتخبات بالذات انا مش حابب التغيير الكتير لان ده دايما مدرب المنتخب يجي يبدا من الصفر. مظبوط. يعني ما هوش شايف كل يوم الاهلي بيلعب مثلا او الزمالك بيلعب على الشاشه قدامه، بيقدر يقيم، بيقدر ياخد ملاحظات، بيقدر يعني يتعايش مع الفرقه دي، ولو راح لها مش هيبقى عنده مشكله. انما مدرب منتخب يعني دي عقده كبيره جدا، مش سهله ان انا اغير مدرب منتخب كل شويه الا اذا كان في دروب كبير. يعني ما هو جهاز مش قادر، يبقى هنا لابد تغيير لان ده مش منتخب مصر مش لحساب حد، ايوه لحساب بلد. فطبعا كابتن حسام البدري يعني حتى الان محتاج يشتغل اكتر ازاي بقى في وسط الزحمه دي والجداول المضغوطه دي. يعني دي مسؤوليته هو، وكمان الجهاز اتحاد الكره الجاي لازم يساعده اكتر انه يعمل يستغل كل الاجندات الدوليه انه يجيب له منتخبات كويسه تلعب في مصر او يروح لها او بتاع عشان نشوف المنتخب الحقيقي ده وياخد خبراته. مش كابتن صلاح بس ولا تريزيجيه بس ولا النني بس ولا يعني كل المحترفين او كل لاعبتنا الموجوده على ارض الملعب دي كفايه، لازم يكون في تجانس وانسجام عالي جدا وفاهمين بعض زي النص ساعه اللي شفناها اللي جبنا فيها اربعه ده، شايفين بعض كويس قوي. دي حاله محتاجينها تبقى موجوده على طول، بس طبعا كمان قدام المنتخبات القوية جدا. عندك الجزائر، عندك المغرب، عندك شمال افريقيا كله، عندك الكونغو، نيجيريا. فمثل هذه المنتخبات محتاج ان انت تتعامل معاها بنفس الابداع اللي شفناه في نص ساعة خلال الشوط الاول. هو السؤال هل تقدر في مواجهة من العيار التقيل بقى انك تقدم نفس المستوى ده؟ دي قصة تانية محدش يقدر يجاوب عليها دلوقتي. طبعا متهيألي محتاجين نتحط في وبيتهيألي محتاج المنتخب كمان يخوض ماتشات دولية مع يعني فرق قوية جدا عشان تقدر تقيس وتعرف فين نقط الضعف عندك وفين الثغرات وتتعامل معاها. وبعدين ما يكونش في اعتذارات المحترفين. دي نقطة مهمة لأن دول علامات في منتخب مصر. طبعا. يعني طالما هي في أجندة دولية لازم ييجوا ويشاركوا ويشاركوا بجدية، وإذا وصل قناعة للناس كلها والجماهير والإعلام والنقاد الرياضيين المحترمين واتحاد الكورة ان هذا الجهاز قادر على انه يقدم شيء فليستمر. اذا والعكس صحيح بدون تردد بدون صحيح. تردد يعني لان دي امانه. منتخب مصر ده يعني قيمه كبيره جدا، لازم 25 سنه مشاركه، 7 ارقام افريقيه، يعني اكثر من كده نمبر 1 في افريقيا.